احنا بنتكلم النهارده عن الانظمه الغذائيه العشوائيه، بنعملها كتير ونقول هو انا ما بخسش ليه، انا جربت الدايت ده وما خسيتش، او عملت الدايت ده وتعبت جدا، عماله اتخن وانزل، يعني في حاله كده من العشوائيه في حياتنا في الدايت. هنعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده مع ضيفنا الدكتور محمد خيري، استشاري علاج امراض السمنه والنحافه. صباح الخير يا دكتور. انا صباح النور. اهلا بيك. صباح حضرتك طيب واهلا بيك معانا. وحضرتك طيبه، ربنا يخليك. دكتور خليني اسال في الاول، هلا انا كنت بتكلم عن الانظمه العشوائيه بشكل صحيح، هو ده المفهوم للانظمه العشوائيه ولا ليها مفهوم اخر؟ تمام. احنا بنتكلم عن كونسبت او مفهوم مهم جدا في غايه الاهميه، احنا بنسميه الفاد دايتس، ده الاسم العلمي او المسمى العلمي لتايتل او موضوع كبير جدا بنسميه الانظمه العشوائيه. في البدايه طبعا النظام الغذائي هو يعني مجموعه منظمه من الاكلات والمشروبات، الهدف منها يعني فتره معينه ان انا انقص وزني. للاسف في خلط كبير جدا ما بين فتره انقاص الوزن واسلوب الحياه. للأسف أي حد عنده مشكلة زيادة وزن، سواء ما بعد الحمل، سواء ما بعد مثلا مشكلة مرضية، سواء لفترة علاج بالكورتيزون أو مشكلة أو أي سبب للسمنة، سواء كان وراثي أو تغذوي، للأسف بيبقى في فترة كده من حياتنا احنا بنسميها فترة إنقاص الوزن أو فترة اتباع نظام غذائي بهدف إنقاص الوزن. للأسف في خلط كبير جدا، أو في يعني بنسميها ميكس كده عند الناس أو مفهوم عند الناس ما بين فترة النظام الغذائي بهدف انقاص الوزن وفترة اللي هو الاعاشة او التغذية بشكل عام. بمعنى ابسط او بمعنى بسيط جدا بنقول ان النظام الغذائي هو نظام حياتي او يعني نسميه لايف ستايل موديفيكيشن او تعديل لاسلوب الحياة بهدف ان انا احافظ على وزني واحافظ على صحتي. احنا بنقول دايما الهدف من اي برنامج غذائي صحي سليم الاهتمام بالصحة والمحافظة على الصحة، ان انا اعيش يعني حياة صحية كويسة جدا. للاسف بقى في بعض الناس بيمشوا على بعض اللي بنسميها البرامج العشوائيه او البرامج الغير منظمه، والتي تخلو يعني اللي بيكون فيها ما يكونش فيها مغذيات، بنسميها المغذيات الكبرى والمغذيات الصغرى والفيتامينز والمينرالز والكربوهيدرات والبروتينز والحاجات دي. للاسف منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى يعني مواقع الانترنت وبعض المنتديات. انت بس اكتب دايت او اكتب ريجيم هتلاقي حاجات كتيره جدا جدا، ما تبقاش عارف تختار مين، وبعدين بتنقي طبعا الاريح اللي فيه اكل زياده. للاسف ملهاش اي علاقه بالواقع، يعني احنا بنقول دايما ان كل جسم ليه طبيعه معينه، يعني معدل حرق الجسم من سيده لاخرى بيختلف تماما، من طفل الى شاب بيختلف كتير جدا، من سيده مرضعه الى سيده حامل الى سيده في فتره ما بعد انقطاع الطمس. بنقول كل مرحله عمريه او كل مرحله سنيه ليها برنامج غذائي خاص بيها. وللاسف الخلط او يعني بنسميه في علم التغذيه العبث في التغذيه للاسف بيؤدي الى مشاكل وكوارث وتبعات صحيه يمكن في منتهى الخطوره على الصحه العامه، منها الاصابه بالاكتئاب، منها الاصابه بسقوط الشعر، منها مشاكل التجاعيد، مشاكل الايجنج بروسيس او موضوع تقدم السن قبل الوان عند السيدات، مشاكل الانيميا، مشاكل الوهن والضعف، ومشاكل للاسف يعني بنسميها فقدان الذاكره. من اكثر المضاعفات الصحيه الخطيره جدا اللي بتتبع اتباع نظام غذائي عشوائي او شديد الانخفاض في السعرات الحراريه او قليل جدا بالمغذيات الاساسيه، بيبقى ليه تبعات وكوارث صحيه كتيره جدا. فيعني ده دور الاعلام طبعا ودوركم ودور كل البرامج التوعويه ان احنا يعني نوصل رساله توعيه للناس ان النظام الغذائي هو مجرد تعديل في السلوك الغذائي وليس الامتناع او الحرمان او التقليل من الاكل. لان طبعا زي ما حضرتك عارفه الاكل ده يمكن وسيله للاعاشه ووسيله للجسم ان يحصل له يعني نسميها اصلاح لنفسه وتجديد لخلاياه وحتى مراحل النمو عند الاطفال. فما ينفعش ان انا بشكل مباشر، وللاسف يعني في يعني احنا بنسميها في علم التغذيه جرائم بتنتهك في حق الاطفال اللي هم يعني زايدين في الوزن باتباع انظمه غذائيه تخلو تماما من النشويات او تخلو من البروتين او تخلو من الخضار او الفاكهه وبيعتمدوا بس على اصناف معينه. وكمان حتى يعني من الحاجات اللي انا دايما بركز عليها موضوع الثقافه الغذائيه في الجيم. للاسف في بعض الشباب في مراحل معينه يعني بيمشي ورا يعني كلام الكابتن او المدرب في اتباع انظمه عاليه جدا بالبروتين. يعني انا يعني من خلال البرنامج الجميل بتاعكم يعني بشدد وبنبه بلاش يعني نمشي على نظام غذائي عالي جدا في محتوى من البروتين. للاسف الانظمه ديت كانت يعني كان شائع استعمالها في فتره كبيره جدا وكان يطلق عليها اسم العالم اللي اخترعها اتكنز دايت او رجيم اتكنز. للاسف الحميه دي او البرنامج الغذائي ده بيركز قوي على البروتين بدرجه كبيره جدا وبيقلل، بيبقى فيري لو ان كاربوهيدرات، بيبقى قليل جدا من الكاربوهيدرات، وفيري لو ان فاتس، بيبقى قليل من الفاتس، وتقريبا بيبقى بور او فقير جدا بالخضروات والفاكهه. للاسف البرامج دي
هذا بيصحى من النوم ياكل برجر وياكل سجق كده فطار لسه يعني. 3 بيضات الصبح وست بيضات بعد التمرين، حاجه صعبه ويعني حاجات قوي غريبه قوي. جدا. فبنقول ان الحاجات دي للاسف بتعمل مجهود وتركيز عالي جدا على الكلى، بتعمل مشاكل كتيره جدا على مستوى الكبد. للاسف بيحصل حاجه بنسميها ظاهره التسمم الكيتوني او الكيتو اسيدوزيس، او اصابه الجسم الاجسام الكيتونيه، ارتفاع نسبه اليوريك اسيد في الدم بدرجه طبعا كبيره جدا، طبعا الاصابه بالتهاب العضلات والمفاصل، ومشاكل كبيره جدا للاطفال الصغيرين دول، وللاسف بيأثر على مراحل النمو عندهم. ولازم نحط يعني خط كبير جدا تحت مراحل النمو. بنقول دايما ان الاطفال او الشباب في مراحل النمو لحد سن 18 22 سنه بيبقى لهم عناصر يعني غذائيه دقيقه جدا والمفروض تكون محسوبه جدا. فما ينفعش ان انا اركز على عنصر واحد معين او عنصر البروتين بشكل عام واهمل بقيه العناصر اللي هي الغذائيه بشكل خاص. فده طبعا من ضمن المساوئ او الحاجات اللي هي منتشره جدا بنسميها الأنظمة العشوائية. في أنظمة كتير جدا تعتمد على الخضار بس، على الفاكهة بس، على العصائر طول اليوم. وللأسف برضو انتشر فترة حاجة بنسميها الرجيم الياباني، أو الرجيم اللي هو بيعتمد على المية. وللأسف بعض المشاكل المرضية الخطيرة جدا أو طبعا الصحية اللي يعني الناس دي وصلت لها بسبب اتباع الأنظمة ديت، يعني قد تؤدي إلى الوفاة، أو بنسميها يعني الوفاة المبكرة. فبنقول دايما يعني لا ضرر ولا ضرار، صحيح الاتزان الغذائي طبعا وتناول حصص كبيرة جدا أو متزنة من كل الانواع الاكل اللي ربنا يعني وصفها بانها طيب او حاجه طيبه، ده بيدي للجسم فرصه تعافي وفرصه يعني نسميها ان احنا نعيش بحياه صحيه كويسه صحيح. جدا. طب دكتور قبل ما هسألك عن لو حد عايز يعمل دايت، في ناس بقى بنتكلم على ستايل اوف لايف او انه لايف اللايف ستايل ستايل بتاعهم بالطريقه دي. في ناس هي بتقول انا ما بعملش دايت ومش ماشيه مع تمام دكتور ولا اي حاجه، بس انا عامل لنفسي نظام بحيث ان انا ما زدتش في الوزن، لو نقصت كمان يبقى خير وبركه لكن ما زدتش في الوزن. بتلاقي النظام ده مثلا ممكن حرمان طول اليوم ويجي ياكل وجبه واحده مثلا بالليل، تلاقي او ما يفطرش الصبح مثلا ويأخر قوي مثلا لغايه الساعه 3 4 لما ياخد وجبه الغداء، تمام يبقى طول النهار مثلا قهوه وشاي وحاجات كده فقط لا غير. هو فعلا ما بيزيدش، في بعض الاحيان ممكن لو مع مجهود زياده هتلاقيه نزله 2 3 كيلو. تمام ده ايضا خطر زيه زي اللي بيتبع انظمه عشوائيه. تمام احنا بنقول دايما هو يعني صحيا خطر وخطأ جسيم. يعني احنا بنقول دايما الشروط الغذائيه او النمط الغذائي السليم لحد عايز يعيش حياه صحيه كويسه، او حد عايز يعمل برنامج غذائي لانقاص الوزن، ليه شروط او متطلبات او بنسميها كرايتيريا او يعني بنود معينه زي عقد اتفاق كده لازم نمشي عليها عشان نعيش حياه صحيه. رقم واحد كويسه، ما بقاش في مشاكل مرضيه. انت عارف حضرتك للاسف الامراض المزمنه زي امراض الضغط والسكر والكلى والكبد بقت منتشره بشكل كبير جدا صحيح بسبب سوء العادات الغذائيه. يعني احنا بنقول 90% من الامراض سببها رقم واحد امراض السمنه، وحاجه بنسميها نيوتريشنال فاكتورز او عوامل غذائيه بنسميها امراض سوء التغذيه. فاللي حضرتك بتقوليه ان انا امتنع عن وجبه الفطار او اخر وجبه الغداء لوقت متاخر، او ان انا اكل وجبه واحده بس، بنقول دي من اكتر المساوئ او العيوب لنمط غذائي يعني غير سليم بالمره تماما. حتى لو الوجبه الغذائيه دي مكتملة حتى العناصر لو وفيها اكتملت كل العناصر. حاجه. يعني في مثال شهير دايما بنقوله، ما ينفعش مثلا حد يقبض كل سنه مثلا، يعني هياخد باكج او ياخد مبلغ كبير مثلا في اخر السنه وبعد كده باقي الشهور مش هيبقى معايا يعني فلوس يصرف منها. فبنقول نفس القصه، الجسم ليه متطلبات معينه. وجبه الفطار دي حاجه مهمه جدا، بتعمل بوش اب او تنشيط او رفع معدل الحرق بصوره طبيعيه. الجسم بعد فتره نوم بيبقى محتاج عناصر غذائيه كتيره جدا ترفع معدل الطاقه بتاعته وتعوض نقص العناصر اللي هو تقريبا حرقها وهو نايم. فبيبقى محتاج فتره بوش اب او بنسميها يعني حاجه تنشيطيه او جرعه تنشيطيه لبدايه اليوم عشان باقي اليوم يبقى كويس او الواحد صحيان يبقى كويس. وجبه الغداء بتيجي في وقت المفروض بنقول في نص النهار او في الميد دي، الجسم بيبقى محتاج بوش اب او يعني دي الوجبه اللي هو المفروض قمه استهلاكه للطاقه بيبقى محتاجه في الوقت ده، غالبا بتبقى في نص اليوم. وبنقول دايما يعني حتى الناس اللي عايزين يعملوا لايف ستايل موديفيكيشن او تعديل لاسلوب الحياه، نقول ان وجبه الفطار غالبا بتبقى المفروض من 8 ل 10، وجبه الغداء المفروض من 3 ل 5، والعشاء المفروض بيكون من 7 ل 9. بنقول سبحان الله يعني او تبارك الخلاق العظيم، الجسم البشري بيبقى يعني احتياجاته الغذائيه او وظائفه الحيويه او اجهزه الجسم عشان يعني تشتغل بشكل كويس جدا بيبقى محتاج يعني مصادر للطاقه في خلال اليوم. فكون ان انا احرم الجسم من مصادر غذائيه في خلال اليوم واديها له مره واحده بس،
للاسف بيبقى عنده كم هائل جدا من السعرات الحراريه، بيبقى فيه عدم توظيف جيد تماما بالمره للعناصر ديت، والجسم ما بيقدرش يوظفها، ولذلك بقى بتظهر يعني مشاكل البطن او الكرش بنسميها عند الرجاله، ومشاكل طبعا السمنه على حسب تاريخ الجينه او الاسره للسيدات، وللاسف بقى نشتكي من التخن وزياده الوزن والكلام ده كله، ايوه ونبتدي بقى نعمل نمط او او برنامج ريجيم ينزلنا في الوزن. فبنقول دايما الكريتيريا او المتطلبات بتاعه النظام الغذائي، سواء انا هحافظ على وزني او هنزل وزني، لها شروط، ان انا اخد 3 وجبات متوزعين في خلال فتره الصحيان اللي انا صحيها، ووجبتين او 3 وجبات خفيفه بين الوجبات دي، ده بالظبط. الشروط او المتطلبات. طيب انا عايزه نصائح عامه يا دكتور بقى، حد هيبتدي هو دلوقتي بيسمعنا وشايفنا وشايف انه هو لا اوفر ويت او عنده وزن زياده، فانا لازم تمام. ابتدي اعمل دايت. بدايه ايه النصائح، ايه الحاجات اللي تشوفها، ايه يعني الظروف الصحيه مثلا تمنعه من الدايت، او تمام. لو كان ايه النصائح تقولها له عشان هيبتدي يعمل دايت، سواء لوحده هيبقى ايه تمام. النصائح او مع طبيب. اولا مبدئيا يعني مفيش حاجه اسمها اعمل دايت مع نفسي، يعني مفيش حد يعني بس ممكن الا يبقى عمل ودايت قبل كده من كام سنة مثلا كان تمام، ما بتنجحش فعندها الانظمه دي الورق. كمان اه للاسف، بالظبط ما بتنجحش. احنا بنقول دايما يعني وصف البرنامج الغذائي المفروض رقم واحد في المقام الاول، الشرط الاساسي والاوحد يعني في نجاح برنامج غذائي لانقاص الوزن، ان انا اتابع مع متخصص في التغذيه. اولا هيوصف لي السعرات الحراريه اللي لازمه لجسمي، ثانيا في تقييم كامل او بنسميه يعني فول ايفالويشن او اسسمنت للحاله، زي ما قلنا الحالات المرضيه بتختلف اختلاف كبير جدا، المرحله العمريه، نوع العمل، نوع الوظيفه، المشاكل المرضيه او المضاعفات، تواريخ الرجيمات السابقه، يعني للاسف في بعض الناس بيبقوا ماشيين على احنا بنسميها رجيمات شديده الانخفاض الحراريه، وبيبقى وصل لمرحله احنا بنسميها البلاتو او ثبات الوزن مع الدايت، ولما بيفشل ان هو ينقص وزنه بيبتدي يروح لمتخصص. فاحنا بنقول وصف البرامج الغذائيه مش اسطمبه او مجرد برنتد بيبرز او ورق مطبوع او مجرد، لا ده احنا بيبقى فيه بنسميها يعني تقييم غذائي كامل، تقييم مرضي كامل، بعض التحاليل المعمليه لو في ناس عندهم مشاكل مرضيه زي ارتفاع وانخفاض دهون الدم، زي مشاكل مثلا اضطراب الغدد، زي مشاكل مثلا الانيميا، اي مشاكل مرضيه مصاحبه للحاله، وبناء على التقييم ده بيتم وصف برنامج غذائي. اذا كان في حاله مرضيه مقترنه طبعا بيبقى في علاج دوائي، وبعد كده بيبقى في وصف البرنامج الغذائي. فالنصائح العامه اولا بلاش رقم واحد نمشي على نظام على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني احنا بنقول دايما السوشيال ميديا او وسائل التواصل ساعات بيبقى الاجتماعي من ليا دكتور بعض الاطباء المتخصصين في هذا تمام المجال هم اللي ناشرين مثلا انظمه غذائيه. بتبقى اكزامبلز او امثله لطريقه يعني او وسيله العلاج بالنسبه للدكتور ده، يعني مثلا انا سمعت عن دكتور فلان، طب هل الانظمه بتاعته عباره عن ايه؟ فهو بيبقى حاطط اكزامبلز او امثله لنظام غذائي ان جنرال، يعني احنا زي ما حضرتك قلت في الاول ده ممكن يبقى نظام صحي، يعني ده نظام صحي في كميه بروتين بكميه معينه، في كميه كربوهيدرات بطريقه معينه، في خضار وفاكهه، في فيتامينز، في مينرالز، بيبقى يعني دايما انا كشخص مثلا بدعو للاتزان الغذائي، فممكن انشر برنامج او مثال لنظام غذائي متزن غذائي، متزن يعني في عناصر كتير جدا، في مغذيات كبرى، في مغذيات صغرى، لا يخلو من اي عنصر غذائي الجسم يحتاجه بشكل عام. يعني ده ممكن فده يمشي عليه حتى اللي مش عايز يعمل دايت فمش هيزيد في الوزن، بل بالعكس كمان هيكتسب ان هو بياكل بشكل صحي. تمام، هيكتسب عادات غذائيه او بنسميها ثقافه غذائيه جديده عليه، ممكن يكون هو مش بيطبقها او مش ماشي عليها بشكل صح. كويس، فده ما فيش مانع. الفكره كلها بس ان انا وصف برنامج غذائي لمجموعه من الناس، طب ده الوزن مش عارف من 70 ل 80، ده من وزن ل 90، دي بنسميها من الاخطاء، او يعني بينجح مع ناس وبمعنى ناس بسيط لا خالص، وناس تانية ما بينجحش معاهم، لان زي ما قلنا طبيعه الاجسام والعمل والتحرك والوظيفه وبنسميها يعني الحاله الصحيه بتختلف من حد للتاني. فنقول رقم واحد ان انا اتابع مع دكتور متخصص، ده رقم واحد. رقم اتنين احاول اتخلى عن الموروث الغذائي يعني نسميه السيء، يعني للاسف بعض الاسر او بعض العائلات بيبقى عندهم موروث غذائي في طريقه الطبخ وطريقه تقديم الاكل ويعني وطرق يعني نسميها في الطبخ بتبقى موروث عندهم، يعني مثلا التسبيك، التحمير، ان انا اكل حاجه مع حاجه. فبنقول دايما تغيير او ان انا احاول اغير المفهوم او الموروث الغذائي، ان كان صح اتس اوكي يعني مفيش مشكله، ان كان الموروث الغذائي ده يعني انا مثلا بشرب عصير بعد الاكل، ان انا بشرب مثلا مياه غازيه بعد الاكل، ان انا مثلا بنام بعد الاكل على طول، بنسميه ده موروث غذائي بيؤدي الى مشاكل صحيه كتيره جدا. فتغيير الكونسبت ده او المفهوم الغذائي ده من احد الاسباب الكبيره جدا ان انا احافظ على وزني او ان انا انقص وزني. النصائح العامه طبعا شرب الميه طبعا من الحاجات المهمه جدا، ان انا اهتم بالخضار والفاكهه دي من الحاجات الكويسه قوي،
ان انا مثلا حكايه ان انا مثلا يعني انام بعد الاكل على طول، دي من سمام المساوئ او الحاجات طبعا. اللي هي السيئه جدا. حكايه ان انا اخد ورقه دايت من حد، يعني ان انا مثلا بنت خالتي او بنت عمتي او اختي او وات ايفر تابعت مع دكتور فلان مثلا وخست معاه 10 او 15 او 20 كيلو، ان انا اخد البرامج دي وامشي عليها، بنقول دي تبقى مشاكل كارثيه، وللاسف بيدخلوا في مرحله البلاتو او ثبات الوزن مع الدايت، وبيبقى حتى نزول جسمهم بيبقى صعب جدا. طبعا بطبيعة الحاجة. سألت حضرتك على لو انا هبتدي اعمل دايت تمام. ابتدي اعمل ايه؟